هذا الرجل اختلف أهل النسب في نسبه، هل هو عربي أو ليس عربيا؟ فقيل إن آل تيمية أنهم ليسوا من العرب وأن أصلهم أكراد، وقيل إنهم عرب، وهذا هو الصحيح أنهم من العرب. ونحن مهما كان الأمر، سواء قلنا هذا هو الصحيح ولا ما هذا، نحن لا يضرنا أن يكون عربيا أو كرديا، المهم أنه كان عالما ربانيا، أليس كذلك؟ ليس الفتى نعم من يقول كان أبي، إن الفتى من يقول ها أنا ذا، ليس الفتى من يقول كان أبي، ليس الفتى من يقول كان أبي. فالإنسان في الحقيقة نسبه هو علمه وعمله. فهذا الرجل إن كان من العرب فلا شك أن العرب أفضل من غيرهم جنسا، لا بالشخص، قد يكون بالشخص من هو من أشخاص الفرس أو الروم من هو أفضل من العرب بكثير، لكن جنس العرب أفضل من غيرهم، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا.